نروح لتوس ونشوف معانا دلوقتي على التليفون كابتن انيس بوجلبان، نطمن منه ونشوف رؤيته. كابتن انيس بوجلبان منور قناه الاهلي. اهلا وسهلا بيك كابتن اسامه، تحياتي ليك، تحياتي للاستاذ علاء عزت كمان معايا الناقد الصحفي الكبير، تحياتي علاء حبيبي يا كابتن اسامه. طبعا انيس حبيبي حبيبي والله والله، وسعيد جدا اني سمعت صوتك. وانا والله سعيد جدا جدا ونفسي اشوفك والله يا كابتن انيس. والله وحشنا كتير يا انيس، وقول لنا شفت ازاي مباراه الاهلي والترجي في تونس اللي فاز فيها النادي الاهلي بثلاثيه؟ طبعا نتصور انه يعني النتيجه كانت يعني طبعا 3-0، يعني بيسمع النتيجه يعرف النادي الاهلي يعني كان انتصار كبير، وكما نقولوا حتى في تونس يعني الانتصار هذا يعني ما احناش متعودين به في اللقاءات بين الترجي وال والاهلي، تعودنا انه المباريات النتائج تكون يعني قريبه من بعضها والترشح يكون في اخر لحظه. اكيد انه وضع الترجي الاستثنائي اللي يعيش بالفتره الاخيره اثر النادي الاهلي يستحق الانتصار نتاعو، عمل مباراه ممتازه وانتصر وسجل الاهداف واللي جاء على خاطره اكيد يعني حقه النادي الاهلي. سمعنا يا انيس؟ طبعا. طيب عايزك برضو تقول لنا حاله الترجي دلوقتي، خاصه بعد تغيير الجهاز الفني واستقاله الكابتن نبيل معلول وتعيين جهاز فني جديد، ومين برضو المدير الفني اللي هيدير لقاء الاهلي مع الترجي؟ يعني بالنسبه للترجي نتصور انه صدمه بالنسبه للجماهير، اليوم كما قلت لك نتيجه كبيره ما كانش متوقع عينها. الترجي مش في احسن حالته، الترجي يعيش في فتره انتقاليه، الاصابات اثرت على الفريق، الاطار الفني استقال كابتن نبيل معلول لانه كان ضغط كبير، ضغط الشارع ضغط جمهور الترجي كان كبير جدا. المعوض يعني هو انيس بوسعيدي، لاعب منتخب تونس، لاعب دولي كان موجود معاه في الجهاز، مش هو يكون موجود في تقول مجدي تراوري. يعني مش مجدي تراوري، مش الكابتن مجدي تراوري هو اللي بقى في القاعده الفنيه. لا، انيس بوسعيدي لاعب دولي تونسي منتخب تونس، لاعب الملعب التونسي، لعب في اوروبا، كان في منتخب تونس، كان موجود مع نبيل معلول الجهاز الفني بعد استقاله نبيل معلول، هو اللي خذا الفريق، وكانه يعني كنا اتجاه اداره الترجي اعاده سيناريو معين شعباني. تعرفوا انه ممكن في مصر ممكن ما يعرفوش معين شعباني كيفاش بدا في الترجي بعد استقاله المدرب وقت خالد بن يحيى، خذا هو وخذا كاس افريقي، ممكن هذه قاعدين يعاودوا في نفس السيناريو لانه اداره الترجي ممكن تم بالاستمراريه حتى كان كابتن نبيل معلول استقال، لازم يكون حد موجود يعرف الفريق يعرف التفاصيل، ولو انه يعني للامانه مهمه صعبه جدا بالنادي، خاصه لانه اول حاجه مش لاعب النادي الاهلي في مصر وانت خسران في تونس 3-0 ومع الاصابات الموجوده فالمهمه صعبه وصعبه جدا. شايف مين الاقرب للوصول للنهائي في المجموعه الثانيه في المباراه الاخرى، الوداد ام سان داونز؟ سان داونز للامانه ما اتفرجتش في المباراه، سان داونز فريق محترم جدا، فريق قوي جدا بدنيا، سريع، فريق رغم الاقصاء الاول اللي هو كان في الشوط الاول والاقصاء الثاني، الفريق ما تاثرش بالنقص العددي، نتصور انه بالصفر اللي عملها في المغرب مع الوداد اعتقد انه هو الاقرب لمواجهه الاهلي في النهائي الافريقي ان شاء الله. شايف كابتن انيس وانت واحد يعني من نجوم الكره التونسيه ولعبت في النادي الاهلي سنوات وقدمت مستويات رائعه وعلمت كمان مع جمهور النادي الاهلي، شايف ما يقدمه علي معلول دلوقتي مع النادي الاهلي ازاي؟ لا علي ما شاء الله اسطوره، علي يعني نجم يعني موصف انه ايقونه الجيل الحالي للامانه، يعني علي معلول فخر كل التوانسه بالمستويات الكبار اللي قاعد يقدم فيهم في النادي الاهلي، ما نتصورش ان الجمهور الاهلي مستحيل ينسى علي معلول واللي قدمه، يعني مدافع من طراز عالي ومدافع صاحب الاسيست الاخير وصاحب الاهداف الشخصيه قويه، لانه مستاهل انه في الاوقات الصعبه انك
انت تاخذ الكره وتسجل البيلن مش حاجه عاديه. كيف كيف حسه قائد يعني واحد من اعمده النادي الاهلي. ف يعني ان شاء الله ربي يوفقه ونقول له علي معلول تواصل. فانت كما قلت لك فخر لكل التوانسه. اخيرا كريستو يعني تعاقد النادي الاهلي مع كريستو، هو دلوقتي يعني هيشارك يعني مع منتخب تونس للشباب في كاس العالم الارجنتين. تعاقد النادي الاهلي مع كريستو خاصه ان هو صفقه لسه لاعب صغير في السن. كريستو يعني من مواهب كره القدم التونسيه، يعني واحد من ابرز المواهب في سنه وفي جيله، وشفناه مع المنتخب الاواسط يعني مؤثر مع النجم الساحلي. قبل ما يجي للنادي الاهلي كان مؤثر جدا، كان هو هداف الفريق، كان هو اللي يصنع في الفارق ويصنع في انتصارات النجم. صحيح انه في النادي الاهلي مازال ما خداش وقت كثير، لكن على مستوى الامكانيات متاكد من امكانياته الفنيه، ومتاكد من انه يعني بس يعني يتاقلم مع النادي الاهلي باش يكون واحد من ابرز اللاعبين في النادي في الفتره القادمه. بنشكرك يا كابتن انيس، شكرا جزيلا، ودايما بنسعد بيك في قناه النادي الاهلي وعايشك.